فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استعمال الصابون المعطر للمحرم ينبغي تجنبه لأنه فيه رائحة تعلق باليد، يتجنبه ويغسل بالصابون اللي ما فيه رائحة، أو بالإشنان أو بالسدر، غسلوه بماء وسدر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي ما فيه المنظف اللي ما فيه رائحة طيب ما لا بأس. نعم. وكذلك حفظك الله، شرب المحرم للشاي والقهوة التي فيها زعفران. لا، الزعفران يتجنب، يشرب القهوة، يشرب دلة أو دلتين ما يخالف، لكن ما يحط فيه زعفران، لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ولا نعناع، ما يحط زعفران ولا، لأن النعناع ريحان طيب. نعم.